تعالوا النهاردة نعمل مع بعض أحلى كيكة برتقال هشة وطرية وناجحة من أول مرة، حتى لو ما عملتوش كيكة قبل كده دي هتنجح معاكم بمقادير مظبوطة جدا. ونعرف مع بعض يعني إيه الأسرار اللي بتخلي أي كيكة ما تبص كده وتبقى طرية كده وهشة كده. ندخل في المقادير. معايا 4 بيضات درجة حرارة الغرفة، معلقة صغيرة من الفانيليا، 2 إلا ربع سكر. هنضربهم مع بعض كده كويس لحد ما يبقوا فوم كده ابيض، وبعد كده هنحط عليهم باقي المقادير. نضربهم لو ما عندكوش مضرب كهربائي نضربهم بالخلاط عادي، ما فيش اي مشكله، اهم حاجه يطلعوا بالنتيجه دي، يكونوا فوم ابيض كده ويختلطوا ببعض كويس. بعد كده هننزل عليهم بكوبايه من الزيت وكوبايه من عصير البرتقال ومعلقه كبيره من الخل وبشر برتقال كده برضو نحط عليهم، لان ده بيدي ريحه حلوه للكيكه وبيديها مذاق حلو برضو. ونبس نخلطهم مع بعض كده بالمضرب بس، حاجة بسيطة بس خالص، يختلطوا بس ببعض. شايفين بقى ده قوام الكيكة. ندخل بقى في كمية الدقيق اللي معانا النهاردة، هيبقى معانا 3 كوبايات من الدقيق. طبعا لازم ننخله كويس جدا، لو نقدر ننخله اكتر من مرة مفيش مشكلة، هيبقى احسن وهيبقى هيدي نتيجة احسن كمان. هننخله بقى كده كويس، وبعد كده هنضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر اللي هو الكيس اللي هو 10 جرام، ورشه كده من الملح، حاجه بسيطه خالص من الملح، وننخله برده معاهم. اهم حاجه يا جماعه المكونات كلها لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، لان لو طلعنا المكونات من التلاجة على طول ده هيبوظ الكيكه، ولازم تكونوا متاكدين من كده. نقلب بقى المكونات الجافه مع بعض، وبعد كده بقى نجيب الخليط اللي احنا عملناه ونحط عليه الدقيق، نضيف عليه الدقيق كده ونقلبه بالراحه خالص. برضو من اسباب نجاح الكيكه ان احنا لازم نقلب المكونات بالراحه، يعني علشان الهواء اللي احنا دخلناه في البيض ما يخرجش كده والكيكه تبوظ. بس كده، على فكره انا بقلبها بالراحه، بس هي بس جايه معاكم في الفيديو ان انا مسرعاها بس، لكن انا بقلب في اتجاه واحد بالراحه، لازم نقلب في اتجاه واحد ونقلبه كده بالراحه. بس كده هو ده كيكه البرتقال، هنقلبها كده لحد ما توصل معانا بقى للقوام المظبوط. اهم حاجه عشان بس ما يكونش فيه دقيق كده مكعكل في الخليط. شايفين بقى الخليط بقى عامل ازاي، ده التقل بتاعه وده السمك اللي احنا عايزينه. هنجيب بقى صينيه دي مقاسها 24، لو عايزينها ما تبقاش يعني السمك بتاعها عالي قوي ممكن تكبروا الصينيه شويه تخلوها 26، لكن دي مقاس 24 عشان يبقى السمك عالي شويه. هنحط كل الخليط كده، وبعد كده هنضرب يعني هنخبط كده الصينيه خبطتين كده في على الرخامه علشان بس تبقى هشه وحلوه ونخرج كل الهواء منها. بس كده شايفين بقى شكلها عامل ازاي. طبعا احنا قبل ما بنبدا بنكون مسخنين الفرن بتاعنا على درجه حراره 180. لازم قبل ما ندخل الكيكه يكون الفرن سخن، يعني قبل ما بنشتغل بنشغل الفرن، يعني نشغله قبل ما نحط مثلا الصينيه بربع ساعه كده او حاجه. وهنحط بقى الصينيه في الشبكه اللي في النص على درجه حراره 180، وما نفتحش الفرن يا جماعه غير بعد 30 دقيقه. بس كده خلاص، بعد ما بنفتح الفرن بقى او لو لقيناها استوت نشغل، لو الوش ما استواش قوي نشغل بس الشوايه حاجه بسيطه خالص لحد ما تاخد وش كده، وبعدين نخرجها. بعد ما بنخرجها بقى انا بخرمها كده شويه بالشوكه وبسقيها بعصير البرتقال، على فكره ده بيخليها طريه جدا وطعمها حلو جدا، وبتبقى غنيه كده بالبرتقال وبتبقى جميله. شايفين بقى عامله ازاي، عايزه اقول لكم والله طلع حلوه جدا، جربوا بالمقادير دي هتطلع معاكم وهتنجح معاكم ان شاء الله، وان شاء الله برضه هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. شايفين بقى طلع عامله ازاي، هشه وطريه وجميله، طعمها عايزه اقول لكم جميله، على فكره انا مقطعه وهي سخنه. بس كده اسيبكم في حفظ الله، مع السلامه.